لو الحكاية فيها إن فيديو بس انا بهتم اكتر كمان يعني بالمناطق الشعبيه اللي يعني بتشهد معاناه المواطن عشان ما يضغطش حتى انت يعني بتستهدف المهندسين وسايب لي بناء تخرج وسايب لي مش عارف الطوابق. لا احنا بناء على خطه متكامله زمنيه بنستهدف كل وقت منطقه معينه نعمل حمله بالشكل ده. لكن ما فيش سبب معين عدد المناطق؟ لا انا حاططها طبعا عندي في جدول. انا ببقى كل عندي بنزل حمل قبل ما انزلها ببقى رافعها ودارسها وعارف انا بنزل فين وهعمل ايه وهسيب ايه. فبستهدف كافه الاماكن اللي تبقى فيها يعني مخالفات زياده شويه. بس بيبقى فيها فن من كمان بالمناطق.